project كان titled The Developing and Implementing a Sustainable Oral Cancer Awareness Teaching Unit الـ Faculty of Dentistry عين شمس University Department of Oral Maxillofacial Surgery. كان الأيم الأساسي الـ project to enhance الـ Oral Cancer Awareness among الـ GP Dentists in order to limit الـ cancer and hence improve the final treatment outcome. لانه عندنا لاحظنا مشكله كبيره انه ال significant delay في الدياجنوز للاورال كانسر باي ذا جي بي دنتست. فكان الحل ان احنا different forms and different present للاورال كانسر علشان هم الفيرست وان تو سي ذا بيشنت. على الاغلب العيان مش بيروح لجراح, هو بيروح فلو هو مس الدايجنوز وقال له دي حاجه سهله ما عندكش حاجه, هنا العيان بيبقى مس تماما من الميديكال كير. كانت البرايمري بلان في الحقيقه طبعا يعني قبل تحديات الكوفيد الفظيعه كالاتندنس وان هو انكلودنج 30 جي بي دنتست ثرو ذا لينك مع الدنتال سندكت ايجيبشن دنتال سندكت عشان يبقى تشرز ويبقى في جزء كلينيكال في العياده بتاعه وحده الاورام اللي عندنا في الديبارتمنت ان هم يشوفوا كلينيكلي يفحصوا كلينيكلي بيشنت. ويعني في الكليه لقيت ان الكليه سبورت كامل تماما, يمكن علشان الدين بتاعنا سيرجن وان اوف ذا ماي كوليج في ذا موست سينيور سيرجن في الديبارتمنت هو نفسه الفاكولتي دين فكان سبورتنج جدا. بس في الحقيقه الريسك اوف كوفيد ترانسفير ان يبقى عندي 30 student جي بي dentist ودخول عيادة مع عيان كانسر في الحقيقة حسيت ان هو هيبقى ريسك عالي بالرغم من ان هو logistically it was possible ليش لأ, لكن حسيت انه كمان عيان الكانسر بيبقى immunocompromised ففكرة ان انا ممكن من خلال الاستخدام البيشنت ده كتنفل ل 30 حد فممكن فعلا فرصة ان انا انقل له كورونا فيروس, خصوصا ان هو التخصص بتاعنا العيان ما بيبقاش وانس دخل عندنا بيقلع الماسك فبيبقى فرصه ان هو يجات انفكتد عاليه جدا. فهنا عملت بلان بي او غيرت ان هي تبقى فيرتشوال تيتشنج ما يبقاش فيزيكال اتندنس من خلال البري ريكوردد ليكتشرز وان هي تبقى على لينك ثرو السايت بتاع الاسم على الانترنت والسايت بتاع الايجيبشن دنتال سندكت بحيث يبقى متشاف لكل دكاتره الاسنان اللي في مصر. بدات اعمل كوميونيكيشن مع الدنتال سندكت تو ارينج الاونلاين كورس طبعا مع الكليه انا عندي كل سبورت. غيرت التيم بتاعي ريكروت نيو ممبرز ان ذا تيم لان الموضوع اختلف. اخذت البي اتش دي كانديديت جروب الاورام عندي جروب اورام ليجز معايا بحيث يبقى في حاجات عملي وحاجات نظري يعني يبقى في بريكوردد ليكتشرز ثيوريتيكال وبريكوردد ليكتشرز براكتيكال يعني ليكتشر اوف بيشنت اكزامينشن ازاي افحص عيان يبقى كانه هو شافه فيزيكال اند ستارتد تو بريبير البري ريكوردد ذا سيريز اوف ليكتشرز محاضرات لان طبعا هنا وضع اختلف. انا كنت هعملها على 3 شهور كانت هتبقى اكبر كان يبقى في توبكس مختلفه, دلوقتي هيبقى كوندنسد اونلاين كورس فبالتالي هيبقى اللاين بتاعه مختلف تماما. الليسن ليرند حاجتين ان وي هاف تو بي ريدي اولويز باي بلان بي اند بلان سي. الحاجه الثانيه انه تشينجينج بلان ذا تشينجز في التيم ممبرز والكوميونيكيشن مع الهاير اوثوريتيز هيغير شويه في كل الاوتلاين بتاع الكورس. دلوقتي المحاضرات اللي انا جهزتها prepared lectures of the course early symptoms of oral cancer importance of patient education prevention of oral cancer of management of oral cancer patient, psychology of cancer patient, how to tell the patient about his condition. ومين في 3 محاضرات exposed the GP dentist من أكبر conferences اللي بيبقى فيها أطباء الأسنان. واحد بتاع النقابة 2nd of September مؤتمر وزارة الصحة التابع للجيش اللي هو EG Health Conference في 8-9 إن شاء الله نفس الشهر. مؤتمر بجراحين الوجه والفكين في مصر كلها وده ان شاء الله يبقى 6 of October. Team including the senior والجونيور and without them I couldn't do anything. Thank you.